لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى عرفات، إلى عرفات، إلى المكان الذي تسكب فيه الدمعات وتقال فيه العثرات، ويباهي رب الأرض والسماوات بمن وقفوا في ذلك المكان، يباهي بنا الملائكة سبحانه وتعالى في يوم عرفة، فيغفر ذنب هذا ويستر عيب هذا ويجبر كسر هذا ويروي ظمأ هذا ويسد جوع هذا ويقضي دين هذا. فربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: دخلت على سفيان الثوري وهو قد جثى على ركبتيه وعيناه تذرفان، فقال: من أسوأ الناس حالا يا سفيان في هذا اليوم؟ قال رحمه الله: الذي يظن أن الله لن يغفر له. في هذا اليوم يغفر الله تبارك وتعالى الذنوب كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، ما علمت منها وما لم تعلم. إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمدوا لرب اليدا، يجاب فمدوا لرب اليدا، يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل النداء، فهلوا دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال رضي الله عنه أن ينصت له الناس، فأنصت الناس واجتمعوا ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله قد غفر لأهل الموقف وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ جزى الله عنا عمر خير الجزاء. تدخل عمر رضي الله عنه في الوقت المناسب فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. حالا يا سفيان في هذا اليوم. قال رحمه الله: الذي يظن أن الله لن يغفر له. في هذا اليوم يغفر الله تبارك وتعالى الذنوب كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، ما علمت منها وما لم تعلم. إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمدوا لرب اليدا، يجاب فمدوا لرب اليدا، يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل النداء، فهلوا دموع الأسى توبة
وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال رضي الله عنه أن ينصت له الناس، فأنصت الناس واجتمعوا ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله قد غفر لأهل الموقف وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ جزى الله عنا عمر خير الجزاء. تدخل عمر رضي الله عنه في الوقت المناسب فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. يجاب فمدوا لربي اليدا، يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل النداء، فهلوا دموع الأسى توبة، وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال رضي الله عنه أن ينصت له الناس، فأنصت الناس واجتمعوا ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله قد غفر لأهل الموقف وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ جزى الله عنا عمر خير الجزاء. تدخل عمر رضي الله عنه في الوقت المناسب فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بلال رضي الله عنه أن ينصت له الناس، فأنصت الناس واجتمعوا ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله قد غفر لأهل الموقف وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ جزى الله عنا عمر خير الجزاء. تدخل عمر رضي الله عنه في الوقت المناسب فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة.
فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله قد غفر لأهل الموقف وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ جزى الله عنا عمر خير الجزاء. تدخل عمر رضي الله عنه في الوقت المناسب فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ جزى الله عنا عمر خير الجزاء. تدخل عمر رضي الله عنه في الوقت المناسب فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. فقال: يا رسول الله، أهي لنا خاصة؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: هي لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله، كثر خير الله وطاب. الله وطاب.